بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء وزوار فريق صفحة الديف تيم باللغة العربية على موقع الفيسبوك. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم طريقة عمل الداونجريد لإصدار 4.0.2 إلى إصدار 4.0.1 للآيفون 3G و3GS والآيفون 4. أول طريقة راح نقوم بإنشاء مجلد نطلق عليه اسم جيل بريك. الخطوة الثانية راح نحمل الإصدار عن طريق هذا الموقع، والإصدار هو 4.0.1 والجهاز آيفون 3G. حمل هذه الفورمير وضيفه إلى مجلد جيل بريك. الخطوة الثانية راح نحمل برنامج ثاني إمبريلا عن طريق هذا الموقع، ومن هنا تقدر تحمل نسخة الويندوز. حمل البرنامج وضيفه إلى مجلد جيل بريك. الخطوة الثالثة راح نقوم بفتح برنامج المفكرة، زر الماوس اليمين والتشغيل كمسؤول. راح نروح لملف فتح، وراح نروح لهذا العنوان. راح نفتح هذا الملف.